النهاردة هعمل صينية رز، مش هقول لكم عليها غير لما اعملها، عشان انا شكلي كده هلوش وربنا يستر على اللي جاي. عندي صدور دجاج ورز بلدي وبصل وتوم وذره صفرة وجزر وبسلة وكزبرة خضراء، مرق، شطة، فاصوليا حمراء، كمون، ملح، فلفل، زبدة او زيت. بعد كده هناخد بقى شوية كريمة لبنية، شوية لبن، مش عارف ايه، هنشوف بقى احنا مع بعض. لان انا لغيت اللبن والدقيق. طيب يبقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البصل بتاعي، وادي شوية سمنة بلدي، قبل ما تتحرق بنزل كده. كده عندي الفراخ اهي. عايز تعملها بصدور اعملها، عايز تعملها وراك اعملها، عايز تعملها بلحمه مفرومه اعملها، بسمك اعملها، بجمبري اعملها. شوف انا بقى بسهلك الامور ازاي عشان ما تتلككش كده. كده اهو يبقى ادي الفراخ مع البصل. اللهم صل على حضرة النبي. ادي كده حبة كمون، حبة بهارات، حبة شطة حسب الرغبة، حبة ملح، حبة فلفل، ست نورهام. الو، السلام عليكم يا نورهام. في ايوه يا نورهام. عليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته ست العرايس، امورين يا فندم. عايز طريقه البيتزا. على عيني يا قلبي، حاضر، اشكرك يا بنتي. هنجيبها اخر الحلقه عشان هتطلب مننا كتير، وطبعا يا عيني رضا مش كل شويه هتدوس على الكمبيوتر وتشغل، هجيبها مرة واحدة بس عشان بتقولك ايه ملهاش اعادة، وبعدين هيتهين نفسها ليه وتجيبها مرة واثنين وثلاثة. طب لو حد منكم قال الكنبة يعني ايه، انا رهنه. حد يعرف الكنبة؟ طب المخرج يعرف الكنبة؟ الكنبة لا ها؟ انت بتعب تضحك عليا؟ انت ادي الجزر. حطينا حبة كزبرة خضراء، وكعب مرق، حبة سمنة في الأول، حطينا البصل والثوم، بعدين حطينا الفراخ بعد ما قطعناها، اديناها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وكمون وشوية بهارات كده. ادي البزلة، وادي الذرة الصفرة، وادي الفاصوليا الحمراء. أكلة غنية جدا وهايلة جدا وهتعجب حضراتكم إن شاء الله. ادي شويه كريمه لباني،
عشان تبقى جوسي الاكله, تبقى جوسي كده وفيها طعم حلو. ست فتحيه, اهلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته ست فتحيه. ازيك يا سيف, عامل ايه حضرتك؟ في نعمه يا ست فتحيه. انا معجبه باكلاتك الجميله والله, وباخد كل اكلاتك وبطبقها في البيت وكده. ده شرف ليا والله, وكلك ذوق وكلك اخلاق. الله يسترها معاك يا حاجه, الله يسترها معاك. ربنا يخليك يا رب لنا. انا عايزه بس اعرف الالمازيه دي عباره عن ايه؟ الالمازيه؟ اه والله بص هقول لحضرتك حاجه, في ناس بيقولوها كذا حاجه, ناس بيقولوا على الجيلي المازيه, ايوه, وناس بيقولوا على الكشك المازيه, ايوه, فيها فليها كذا طريقه كلمه الالمازيه ديت يعني. لكن هو المعروفه دايما ان الجيلي اللي هو بيعملوه سائع ده بيقولوا عليه المازيه. حطينا هنا سمنه وزبده, وادي الرواق بتاعي فردناه كده, وبنزل نص الرز ده بفرد هذه الرؤى تاني. بعد كده هاخد الخليط بتاعي ده صلاة النبي عليا, يا دل يا دي الليلة يا دي الليلة بيض يا دي الليلة بيض. ده انا ده انت كده كده كده. طيب اهو كله كله عشان حبة الكريمة دول ما يترموش. كده كده اروح اعمل ايه بقى يا سيدي؟ اروح جايب دي كده ست ايات. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيف شربيني بحيي حضرتك. اهلا بيك يا فندم, صباح الهنا على عيون حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا بستاذن حضرتك ان انا بس عشان كنت عرفت من مامتي الالمازيه ممكن اقولها؟ طبعا 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 حضرتك. الالمازيه هي مهلبيه من غير لبن, يعني ميه ونشا وسكر او فك عصير ليمون ونشا وسكر, يعني تتعمل بفاكهة أو بالليموناتة ومعاها نشا, يعني المازية خفيفة تبقى من غير لبن. والله أنا كده كده أنا بستفيد من حضراتكم تفكير. يعني أنا قلت جيلي لأن أنا كنت زمان بسمع عن هو الجيلي. زي الجيلي هي فعلا زي الجيلي, هي فعلا زي الجيلي. بعصير الفاكهة ممكن حضرتك تحط له النشا ما شاء أو الله, أو بالليموناتة وتحط لها نشا. الله الله. بس الأول يتعمل بالسكر وتحط الليمون في الآخر, أو بعصير البرتقال ويتحط له نشا, يعني هي مش بلبن. يعني أنا كده حضرتك بستفاد منكو, وده حاجة بستفاد منها, بعمل لك تعظيم سلام. بشكر حضرتك على الحاجة اللي أنا مش عارفها قربتها لي. اشكرك بالقدام قوي. لا اشكرك يا فندم, ربنا يكبر بخاطرك يا فندم, اشكر سعادتك. يلا يا استاذ هات كده يا عمي. احنا ممكن نحطها كده بس انا عايز اخليها طالعه طريه وحلوه وزي الفل باذن الله. ادي حبه لبن
دي بقى نخش بقى الفرن عزلها تلت ساعة ان شاء الله ربنا هيكرمنا وتطلع بإذن الله. نقصتها بقى عشان ايه تطلع معانا حلوة. نصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده مش هتشوف النبي. هنحرم الفراخ من اكلها. صلاة النبي احسن. صلاة النبي احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. واكل الفراخ. ليه ياما جبتيني طباخ عشان الناس تسخر مني.